التسجيل قيد التقدم. اللقاء الأخير، اللقاء التاسع، ناقشنا فيه موضوعين. الموضوع الأول أدوات أساسية لإدارة الأزمة، والموضوع الثاني توجيهات أو إرشادات أساسية لإدارة الأزمة. أخذنا في الأدوات 12 أداة مختصة بإدارة الأزمة، لابد أن تراعيها إدارة المنظمة في حين وجود أزمة في المنظمة. وهذا ما سنسأل عنه في السؤال الأول لما تعودنا. سأكتب لكم السؤال الأول المختص بالشق الأول للقاء الماضي. هذا السؤال الأول، هناك 12 أداة لإدارة الأزمة، ما هي؟ مع الشرح بالتفصيل. هذا السؤال الأول. طيب، مثل ما مرينا عليه في اللقاء الماضي، أخذنا مجموعة من الأدوات. الأداة الأولى قلنا توفير غرفة عمليات خاصة لإدارة الأزمة، وأخذنا مجموعة من الخصائص، مجموعة من الأساسيات لوضع غرفة عمليات خاصة لإدارة الأزمة، وما هم العناصر وما هم الأطراف المختصين أو الذين سيعملون في هذه الغرفة الخاصة بإدارة الأزمة. أيضا ذكرنا امتلاك قدرات التأثير لأعضاء الأعضاء المشاركة في فريق إدارة الأزمة. أيضا تحقيق الاتصالات الفاعلة في إدارة الأزمات، ذكرنا أنه لابد أن يكون هناك اتصالات فاعلة ومساعدة يستطيع الأطراف ذوي الاختصاص أو جهات الاختصاص داخل المنظمة وخارجها من التواصل في أثناء الأزمة. أيضا لابد أن يكون هناك جهة مختصة بإعلام الأزمة، وذكرنا حساسية هذا الموضوع وأهميته. أيضا ذكرنا في الأداة الخامسة أو الأداة الخامسة وجوب أو لابد من وجود نظام للمعلومات، تستطيع المنظمة من خلال تخزين المعلومات والبيانات المهمة، ومن خلالها أيضا تستطيع التحليل ومحاولة جمع كل ما له ارتباط في حدوث هذه الأزمة. أيضا في الأداة السادسة قلنا لابد أن توفر المنظمة الوسائل اللازمة للنقل والتحرك بالنسبة لفريق إدارة الأزمة، حيث لابد أن يكون موجودون في ساحة أحداث الأزمة. أيضا في الأداة السابعة قلنا توافر القدرة على امتصاص الأزمات واستيعابها، وذكرنا أنه لابد أن يكون هناك مرونة في تقبل هذه الأزمات، لابد أن يكون في خلطة هذه المنظمة شيء من المرونة وشيء من القابلية للتعامل مع هذه الأزمة بدون التأثير على تخطيطات المنظمة العامة أو التأثير بشكل قليل، لا يكون هناك توقف تام لما تقوم فيه المنظمة. أيضا من الأدوات ذكرنا توفير إمكانيات وقدرات الصدام، لو احتجنا إلى الصدام واحتجنا إلى القوة واحتجنا إلى تنفيذ بعض القرارات الحاسمة، لابد أن يكون هناك إمكانيات وقدرات لوضع هذه القرارات الصارمة ووضع هذه واستخدام القوة في المنظمة خلال الأزمة. أيضا لابد أن يكون هناك تفويض للسلطة، ذكرنا فوائد لتفويض السلطة، مجموعة من الفوائد على العاملين في المنظمة، مجموعة من الفوائد على الإدارة، ومجموعة من الفوائد لمدير المنظمة، وشرحنا أيضا سويتها وناقشناها كيف أن تفويض السلطة يفيد المنظمة ككل سواء في وقت الأزمة أو في وقت الوقت العادي بدون أزمة. أيضا ذكرنا الأداة العاشرة وهي مرتبطة بالأداة السادسة، ذكرنا وجود وسائل لازمة للنقل والتحرك من مكان إلى آخر، ذكرنا أنه لابد أن يكون هناك حضور دائم في ساحة الأزمة سواء بشكل علني أو بشكل سري. أيضا من الأدوات ذكرنا تبسيط الإجراءات، وتبسيط الإجراءات ذكرنا مثال عليه وأهمية تبسيط الإجراءات وتحسين الإجراءات داخل المنظمة سواء يعني
حتى في ظل عدم وجود العزمة، لا بد أن تقوم الإدارة دائما بتبسيط وتحسين الإجراءات وتسهيلها. في ظل وجود الأزمة يعني يتطلب على المنظمة دائما محاولة تحسين الإجراءات وتقليل الإجراءات، بحيث تستطيع المنظمة أن يكون عملها أكثر سلاسة وأكثر يسر. الأداة الأخيرة، ذكرنا أنه لابد أن يكون هناك تعامل مع الأزمة وفقا للمنهج العلمي الإداري السليم، وذكرنا فيها الأربع وظائف ممكن مرت عليها في كثير من المقررات، وخصوصا مقرر مقدمة في إدارة الأعمال بشكل مفصل، وأنتم درستموها ربما في إدارة المواد وإدارة المشتريات وإدارة الإنتاج والعمليات، ويعني معروفة الوظائف الإدارية الأساسية الأربعة: وظيفة التخطيط، وكيف أنه لا بد أن نخطط للأزمة، ونعرف كيف نخطط للأزمة وكيف نتجاوز هذه الأزمة، وما هي أدوات التخطيط وما هي عناصره. أيضا التنظيم وكيفية إنشاء فرق عمل وإنشاء أجهزة داخل المنظمة وإدارات وأقسام مختصة في إدارة الأزمة ومساعدة في إدارة الأزمة. أيضا كيفية انتقاء أشخاص يعملون في فريق إدارة الأزمة وتوظيفهم وتدريبهم على هذه. ثم بعد ذلك تحدثنا عن الوظيفة الثالثة، وهي وظيفة التوجيه وما لها من أدوات مثل الاتصالات والحوافز وغيرها، وكيفية التوجيه وقيادة هؤلاء الأشخاص العاملين في فريق الأزمة إلى حل الأزمة. والرابعة، الوظيفة الرابعة، وظيفة وظيفة الرقابة والمتابعة، وكيف أن المنظمة وإدارة الأزمة بشكل خاص لابد أن تتابع عمليات إدارة الأزمة بشكل صحيح، ومتابعة ما تم التخطيط له ومتابعة تنفيذه بالشكل المخطط له لتجاوز هذه الأزمة. هذه أبرز الأدوات التي ذكرناها في اللقاء الماضي. أيضا تحدثنا عن جانب آخر وإرشادات، حوالي 14 إرشادا لإدارة الأزمة، وهذا يأتي لنا في شكل سؤال ثاني معنا في هذه المحاضرة، هذا اللقاء سؤالين فقط. السؤال الثاني: ما هي الإرشادات العامة التي ينبغي على المنظمة مراعاتها في أثناء إدارتها للأزمة؟ ذكرنا 14 إرشادا. الإرشاد الأول: بناء منظومة فاعلة من الحراك الثلاثي لإدارة الأزمة. ذكرنا أن هناك حراك داخلي، وهناك حراك خارجي في محيط المنظمة، هناك حراك تجاه القوى المستفيدة من الأزمة والتي تقوم بدفع هذه الأزمة. الإرشاد الثاني: تحقيق التعاون في إدارة الأزمة. لابد أن يكون هناك تعاون ما بين الأطراف ذات العلاقة داخل المنظمة. أيضا توفير وحشد القوى الكافية والمناسبة لإدارة الأزمة. والشيء الرابع: عدم الإسراف في استخدام القوة. ذكرنا أنه لا، ربما نحتاج إلى استخدام القوة ونحتاج إلى اتخاذ قرارات صارمة، ولكن لابد أن يكون هناك يعني حلول قبل استخدام القوة. لابد أن يكون هناك، أن تكون القوة هذه آخر علاج تلجأ إليه المنظمة في حل الأزمة. أيضا من الإرشادات: استخدام عنصر المبادرة والمفاجأة في إدارة الأزمة. هذه أيضا إرشاد مهم في حل الأزمات ومتابعة العاملين في فريق الأزمة. أيضا التحديد الدقيق للهدف والأهداف، أو الأهداف المطلوبة في ظل إدارة الأزمة. نحن نتحدث الآن عن أدوات أساسية لإدارة الأزمة والإرشادات التي لابد أن نتعامل معها في ظل إدارة الأزمة. أيضا من الإرشادات: تفويض إدارة المنظمة بصلاحيات واسعة في ظل الأزمة، أن تفوض إدارة المنظمة كل ما تحتاجه أو يحتاجه فريق إدارة الأزمة من الصلاحيات والإمكانيات التي والمسؤولية والصلاحيات والمسؤوليات التي تحتاجها إلى إدارة الأزمة. أيضا من الإرشادات: الاستخدام المناسب للأساليب والأدوات غير المباشرة في إدارة الأزمات.
أيضا لابد أن يكون هناك مواجهة سريعة لإحداث وتطورات الأزمة. وذكرنا في مراحل إدارة الأزمة أن هناك مراحل، المراحل الأولية مرحلة الميلاد، ثم مرحلة النمو والاتساع. ولابد أن في هذه المرحلتين، خصوصا المرحلة الأولى، أن يتم اكتشاف هذه الأزمة ومعرفة بوادرها ومعرفة مؤشرات ومن ثم التعامل معها. ويجب أن تتصرف المنظمة والإدارة، هذه المنظمة وإدارة الأزمات بشكل سريع لمواجهة هذه المشاكل في مرحلة الميلاد. إن لم تستطع المنظمة اكتشاف هذه الأزمة في مرحلة الميلاد، فإن هذه الأزمة ستتجه أو ستنتقل إلى مرحلة أخرى، وهي مرحلة التوسع أو النمو. وفي هذه المرحلة يكون أو تكون مواجهة الأزمة أصعب من مواجهتها في مرحلة الميلاد. بالتالي يكون هناك صعوبة، يكون هناك يعني متطلبات أكثر من المتطلبات التي ممكن أن نوفرها في المرحلة الأولى. إذا تم تجاهل الأزمة في المرحلة الثانية التي هي مرحلة التوسع والنمو، ستتجه هذه الأزمة إلى المرحلة الثالثة، وهي مرحلة النضوج، مرحلة الازدهار. قوتها، ذروة يعني ذروة القوة وذروة العنفوان لهذه الأزمة سيكون في المرحلة الثالثة. يكون التدمير فيها تدمير ساحق على هذه المنظمة، ثم تتجه إلى التقلص والانكسار. فلا بد المنظمة أن تواجه سريعا أحداث وتطورات الأزمة، وتبحث وتأخذ يعني بشيء تأخذها بشيء من الاهتمام وشيء من السرعة قبل تفاقم هذه الأزمة وتفشيها في المنظمة. أيضا لابد للمنظمة، إدارة المنظمة وإدارة الأزمة، أن توفر الأمن الوظيفي والأمن الشخصي لكادر المنظمة. وأيضا لابد أن يعني تنتبه إلى تأمين ممتلكات المنظمة. هذه الإدارة ووضع إجراءات فاعلة لتأمين ممتلكات المنظمة، لأننا نعرف أنه قد يحصل هناك يعني بعض الأيدي العابثة التي تؤثر على ممتلكات هذه المنظمة. أيضا التفوق في إدارة الأزمة والسيطرة عليها، يعني مسابقة الزمن ومحاولة السيطرة على الأزمة وتخفيف تصاعد حدوث هذه الأزمة مع المدة الزمنية، مع اعتبار المدة الزمنية. الإرشاد الرابع عشر أو الإرشاد الأخير، استخدام أسلوب سيناريوهات في التعامل مع الأزمات. وهذا الإرشاد هو ما سنبدأ به في لقاء هذا اليوم بإذن الله تعالى. إذا درس اليوم سنتحدث عن سيناريوهات إدارة الأزمة، وإن تمكنا إن شاء الله سنتحدث عن بعض النماذج الفاعلة لإدارة الأزمات. نأخذ بعض النماذج الفاعلة لإدارة الأزمات. بداية في هذا الموضوع المهم الذي سنتحدث فيه عن إدارة الأزمات، لابد أن نعرف أن إدارة الأزمة لابد أن تتطلب إعدادا يعني شاملا وكاملا، بحيث أنه يستطيع فريق الأزمة التعامل مع هذه الأزمة، ويستطيع فريق الأزمة قبل يعني حل هذه الأزمة التدرب على مواجهة الأزمات من خلال السيناريوهات التي تضعها إدارة المنظمة. طيب، ما هو السيناريو؟ هناك مفهوم لغوي للسيناريو. السيناريو من الناحية اللغوية هو تعبير عن فن الحركة على المسرح أو في السينما. هو يعني مثل المسرحية مخطط لها أو الفيلم السينمائي، لإخراج شكل أو إخراج تصرفات، حوار، مشاهد، تجعل المنظمة يعني تتصور بعض الاحتمالات التي ممكن تحدث في المستقبل. طيب، هناك مفهوم اصطلاحي للسيناريو. يقول المؤلف أن السيناريو يعبر عن الاحتمالات التي من الممكن أن تحدث في الزمن المستقبل أو في المستقبل. إذا السيناريو منهج حوار في البحث، طبعا هو أسلوب مبتكر لدراسة احتمالات مستقبلية، مواقف تحدث في المستقبل، ويجري ذلك في ضوء الحسابات وردود الأفعال المختلفة الممكنة بين الأطراف المختلفة لكل موقف.
في صراعات القوى. يلجأ أحيانا مديري المنظمات، المديرين التنفيذيين، رؤساء الإدارات الكبيرة في المنظمات كبيرة الحجم، إلى أخذ بعض الدورات مثل دورة، يعني الدورات التدريبية هي عبارة عن مجموعة من السيناريوهات التي يعني يتفاعلون معها ببعض القرارات التي يستطيعون بناءها من خلال الأدوات المتاحة لهم، فبالتالي يستطيعون مواجهة بعض المشاكل اللي ذكرنا. هذه المشاكل تكون وهمية، من خلالها يكون عندهم أدوات للتحليل، عندهم معلومات بيانات، ومن ثم يتخذون قرارات لمواجهة هذه المشكلات الوهمية، هذه السيناريوهات، ومن ثم يستطيعون يعني التدرب على مواجهة الأزمات التي يمكن أن تحصل فعليا على هذه على يعني الواقع هذه المنظمة. طيب، ما هي أهمية رسم سيناريوهات إدارة الأزمة؟ لا بد أن نعرف أن السيناريوهات أو إدارة الأزمة أو نجاح لإدارة الأزمة يتطلب رسم مجموعة من السيناريوهات، مجموعة من الأمور الوهمية والمشاكل الوهمية التي لابد أن أو من الممكن أن تحدث بشكل مباشر على المنظمة، أو تحدث بشكل واقعي على هذه المنظمة. طيب، هناك مجموعة من المتطلبات للنجاح في رسم السيناريوهات في إدارة الأزمة. أول متطلب امتلاك قدرات متميزة في تصور الأحداث. لابد أن تعرف في داخل المنظمة ما هي المشاكل المحتمل حدوثها، محتمل حدوثها لهذه المنظمة، ما هي الأطراف في العلاقة لهذه المنظمة، وما هي الأزمات المحتمل من المحتمل أن تحدث للأطراف ذات العلاقة. أيضا امتلاك الخبرات الكافية في إدارة الأزمات والتعامل مع الظروف والبيئات المتغيرة والمضطربة. أيضا امتلاك المواهب الخاصة في الأزمات. لابد أيضا أن تتضمن السيناريوهات مجموعة من التصورات والتحركات الظروف المتغيرة، العمليات المتتابعة المتتالية، لأنه ذكرنا أن بعض الأزمات تحدث بشكل متزامن ومتراكم. لابد أن يكون هناك أيضا في السيناريو أدوات لازمة لعمل التنفيذ، لابد أن يكون هناك معلومات كافية وبيانات يستطيع صانع هذا السيناريو أو مواجه هذا السيناريو يعني محاكاة هذا السيناريو أو محاولة حل هذه الأزمة الوهمية. أيضا لابد أن يكون هناك مكان للتنفيذ، توقيت لتأدية المهام مرتبطة، ذكرنا أنه دائما الخط الزمني مهم جدا في حل الأزمة، فلابد أن نضع أيضا للسيناريوهات خط زمني لمواجهة هذا السيناريو أو انتهاء من المشكلة الوهمية المعطاة. أيضا توقيت العملية التنفيذية هذا مهم. أيضا أسلوب التعامل هذه المهام والعمليات، هناك أيضا نتائج مطلوب التوصل إليها في كل مرحلة من مراحل السيناريو. أيضا تحديد الأفراد والأطراف المسؤولة عن تنفيذ كل جزء من أجزاء السيناريو، تحديد مستوى الأداء المستهدف من تنفيذ هذا السيناريو، تحديد ووصف لكل مهمة من مهام الأزمة الحادثة في هذا السيناريو. هناك مجموعة أو عدة مراحل لتصميم السيناريو وإعداد السيناريو في إدارة الأزمات، حيث أن المرحلة الأولى هي عقد وإدارة مجموعة من الاجتماعات التنسيقية بين فريق إدارة الأزمة وفرق مواجهة الأزمة الموجودة في المنظمة، سواء إذا كانت الأزمة تسويقية، إذا كان ذكرنا أن هناك أزمات تحدث بالنسبة لأجزاء من المنظمة أو المنظمة ككل أو المنظمة والمنظمات العاملة في نفس مجال النشاط. ذكرنا أن هناك لابد أن يكون هناك اجتماع تنسيقي، هناك قد يكون هناك إدارة دائمة أو لجنة دائمة في المنظمة هي تدير الأزمات. أحيانا تحدث أزمات جزئية داخل المنظمة، أزمة تسويقية، أزمة في إيقاف المواد، أزمة إنتاجية، يتم التعاون معها أو يتم التعاون ما بين هذه الإدارة الاختصاصية الإدارة الفنية مع إدارة الأزمات بعقد مجموعة من الاجتماعات التنسيقية. أيضا التحليل الأولي لمهام كل فريق،
تحديد البيانات والمعلومات والمعرفة اللازمة لكل حالة من الحالات غير عادية. أيضا طلب عون ومساعدة خبراء متخصصين في حقل إدارة الأزمات، وهذه مجرد وجود إدارة مخصصة للأزمات أو لجنة دائمة في منظمة لحل الأزمات، هذه يعني قد يكون كافي. إن لم يكن كافي ربما تحتاج المنظمة إلى الاستعانة بأطراف خارجية، إما جهات خارجية مختصة بإدارة الأزمات أو مستشارين أو توظيف مستشار في هذه اللجنة. أيضا إعداد أو إتاحة السيناريو المقترح لعملية التدريب الميداني، وتدريب فريق العمل، تدريب فريق إدارة الأزمة على التعامل مع هذا السيناريو. أيضا رسم المخطط الأول المقترح للسيناريو، وإعادة تحليل ودراسة وتقييم السيناريو، واعتماد الصيغة النهائية للسيناريو بعد الدراسة والتحليل من جانب جميع الأطراف المتعلقة. هناك عوامل مؤثرة في رسم السيناريوهات الناجحة. العامل الأول الإمكانات المتاحة في المنظمة، وبالتالي هل يمكن للمنظمة هذه التعامل مع الأزمة أو لا. الثاني مدى فاعلية وتناسق نظم المنظمة، مدى فاعلية وتناسق الأجهزة الموجودة داخل هذه المنظمة والإدارات المختلفة داخل هذه المنظمة، وكيفية معرفة أن نظم الاتصالات والمعلومات خلال هذا السيناريو هي نظم كفءة وقادرة على يعني تشغيل عملية الاتصالات بشكل سلس. الثالث السياسة العامة، وهذا من العوامل اللي ذكرناها عوامل مؤثرة في رسم السيناريوهات. السياسة العامة للمنظمة، سياسة المنظمة في الإدارة، سياستها في التعامل مع الأزمات، وكيفية سماح هذه المنظمة في إدارة فريق الأزمة للتعامل والتحرك مع هذه الأزمة. الرابع بيئة محيطة بالأزمة، سواء البيئة الداخلية أو البيئة الخارجية. أيضا التحليل الدقيق والمتعمق لقوى صنع الأزمة، وذكرنا أن قوى صنع الأزمة قد تكون داخلية، أطراف داخلية، موظفين، أصحاب مصالح معطلة أو مؤجلة، عملاء قد يكون سبب الأزمة عميل معين، مشكلة معينة. إذا لابد أن يكون هناك تحليل دقيق ومتعمق للقوى الصانعة للأزمة. أيضا لابد أن يكون هناك تحليل دقيق للبيانات المتوفرة عن الأزمة، ولابد أن يكون هناك تدوين سريع ونظام لبيانات ومعلومات الأزمة، بحيث تستطيع الأطراف ذات العلاقة من الحصول على هذه المعلومة بشكل مباشر. أيضا البحث عن الحلول الغير متوقعة وغير التقليدية، وكما نقول دائما التفكير خارج الصندوق، بحيث أنه لابد أن هذه الأزمة طارئة، وأن هذه الأزمة حادثة بشكل مؤقت على هذه المنظمة قد تؤدي إلى تدمير هذه المنظمة. إذا لابد أن نفكر دائما خارج الصندوق بما نستطيع به من خلاله تجاوز هذه الأزمة. إذا لابد أن يكون هناك أفكار جديدة في بناء السيناريوهات، أفكار معدة مسبقا لمواجهة الأزمة والتعاطي معها بدرجة عالية من الفاعلية. أيضا لابد أن يكون هناك مراعاة وتوفير لفرق العمل اللازمة للتعامل مع الأزمة، أشخاص مختصين فنيا للتعامل مع الأزمة. أيضا من العوامل المؤثرة الشرح والتوضيح الوافي والكامل لكل مراحل الأزمة، ولدينا كثير من الوسائل والأدوات التي تساعد على إيضاح الأزمة، إيضاح المشاكل، إيضاح المراحل للسيناريو أو للأزمة الوهمية. أيضا من العوامل المؤثرة حشد مكونات وتكتيكات المواجهة بدرجة عالية من الذكاء، يكون هذا ربما باستخدام التقنية وباستخدام الأدوات الحديثة. نتحدث عن عناصر أساسية لهيكل السيناريو. هيكل السيناريو يتكون من مجموعة من العناصر. العنصر الأول موضوع الأزمة، ونعني في موضوع الأزمة أنه نبذة عن الأزمة، أسباب حدوث هذه الأزمة،
احتمالات وقوعها، كل هذه تتحدث عن موضوع الأزمة. البيئة المحيطة بالأزمة وتناول عناصر البيئة الداخلية، هل البيئة الداخلية هي المؤثر الأقوى لهذه الأزمة أو البيئة الخارجية هي المؤثر الأقوى لهذه الأزمة، ويكون فيها تحليل، وقد يكون أو قد تكون البيئة الداخلية والبيئة الخارجية مشتركة في وجود هذه الأزمة، لو من ذكرها أو ذكرها في هيكل هذا السيناريو. أيضا أطراف الأزمة، وأطراف الأزمة نقصد فيها القوى الصانعة للأزمة والمؤيدة والمناصرة لهذه الأزمة، الإمكانيات والقدرات المتاحة للمنظمة، تتضمن هذه الإمكانيات البشرية والمادية والمالية، إمكانيات في الأجهزة، إمكانيات في نظم الاتصالات والنظم التقنية، إمكانياتها المالية والتسهيلات التي يمكن تحصل عليها من جهات تمويلية وغيرها من الإمكانيات التي تمكن المنظمة أو تساعد المنظمة على تجاوز هذه الأزمة. أيضا ردود الأفعال المتوقعة، أيضا البدائل المتاحة لحل الأزمة، أي بدائل متاحة سواء حل هذه الأزمة ومواجهة هذه الأزمة أو الدخول إلى أسواق، عفوا، أو الدخول إلى أسواق جديدة داخل هذه أو في سوق أخرى غير سوق هذه الأزمة. أساليب المواجهة، أيضا تحديد دور كل عضو وكل فريق في مواجهة الأزمة إلى مرحلة التخلص من آثار هذه الأزمة. الثامن، العنصر الثامن، العنصر الأخير، وهو عنصر التوصيات. إذا بشكل سريع، العناصر الأساسية لهيكل السيناريو 8 عناصر: الأول موضوع الأزمة، الثاني البيئة المحيطة بالأزمة، الثالث أطراف الأزمة، الرابع الإمكانيات المتاحة في المنظمة، الخامس ردود الأفعال المتوقعة، السادس البدائل المتاحة، السابع أساليب المواجهة، الثامن التوصيات. نناقش الآن أنواع سيناريوهات الأزمة. هناك نوعين رئيسين لسيناريوهات الأزمة. النوع الأول سيناريوهات صنع الأزمة، والنوع الثاني سيناريوهات إدارة الأزمة. النوع الأول وهو الذي ترسمه وتعمل على تنفيذ قوى صنع الأزمة، هو سيناريوهات صنع الأزمة التي تعمل عليه قوى صنع الأزمة، القوى الصانعة والمؤيدة للأزمة. النوع الثاني سيناريوهات إدارة الأزمة، وهذا النوع يتعلق برسم السيناريوهات التي تتعامل مع الأفعال الأزموية أو التي الأفعال التي سببت هذه الأزمة. هذا بشكل عام ما يتعلق بالسيناريوهات التي تساعد على تجاوز إدارة أو التي تساعد على إدارة الأزمة وتجاوز الأزمات. الجزء الثاني والتي ساقت فيه إن شاء الله بقية الوقت، نماذج فاعلة في إدارة الأزمات. عندنا تقريبا 4 نماذج أو 5 نماذج تساعد المنظمة على إدارة الأزمات. النموذج الأول نموذج Think، سنكتب لكم نموذج Think. نموذج Think، هذا النموذج يؤكد على ضرورة الاستعداد الكامل لضمان تجنب ومنع الأزمة من الوقوع. إذا هذا النموذج يتعامل مع الأزمة قبل يبدأ أو تبدأ المنظمة بالتعامل مع هذا النموذج قبل وقوع الأزمة، قبل وجود الأزمة.
وأيضا أثناء وجود الأزمة وبعد وجود الأزمة. يؤكد هذا النموذج أن على الإدارة أن تقوم بما يأتي قبل وقوع الأزمة. أولا، تنفذ عمليات التنبؤ بالأزمة بحيث أن تستطيع توقع الأزمة، توقع المستقبلي للأزمات المحتملة. الثاني، أن تطور خطة جاهزة لإدارة الأزمة، تطور خطة لإدارة الأزمة. بعد حصول الأزمة يتطلب هذا النموذج من الإدارة أن تحدد الأزمة وتشخصها بدقة وسرعة. حصلت الأزمة، الآن نحن في الأزمة، لابد أن تحدد الإدارة ماهية هذه الأزمة وتشخصها بدقة وسرعة. الثاني، أن تقوم بعزل وفصل هذه الأزمة بصورة سريعة. الثالث، أن تقوم على إدارتها بصورة سريعة وانتهاء بشكل سريع. طيب، أولا منظور هذا النموذج لما يحدث قبل الأزمة أو المتطلبات التي يتطلبها هذا النموذج من الإدارة للتعامل مع الأزمة فيما قبل حدوث هذه الأزمة. أولا، التنبؤ بالأزمة. والتنبؤ بالأزمة يتضمن 4 متغيرات أساسية. أولا، قيمة أثر الأزمة، حيث أن التنبؤ بالأزمة يتطلب توجيه أسئلة إلى أطراف متعددة، هذا قبل الأزمة. هذه الأسئلة تكون من نوع ماذا لو؟ ماذا لو حدث كذا وكذا؟ ماذا ستفعل المنظمة؟ ماذا لو حدث كذا وكذا؟ ماذا لو حدث انخفاض في السوق؟ ماذا لو حدث السنة المقبلة كساد اقتصادي؟ ماذا لو حدث تضخم؟ ماذا لو حدث يعني توقف للموردين، موردين هذه المنظمة من العمل، أو تريد المواد الخام لهذه المنظمة؟ كل هذه أسئلة لابد أن تجيب عليها المنظمة أو تسأل نفسها المنظمة قبل حدوث الأزمة. وهذا ما نسميه قيمة أثر الأزمة. من هذه الأسئلة أو التساؤلات، مثلا، ما هو مستوى التغلغل الذي ستبلغه الأزمة في المنظمة؟ ما هو المستوى التي سيكون فيها التفشي والانتشار ونشر المخاطر في المنظمة بصورة متسارعة وبكثافة؟ السؤال الثاني، إلى أي مدى يمكن أن تصل أخبار تطورات الأزمة إلى الجهات الخارجية؟ أيضا، من الأسئلة، إلى أي مدى يمكن أن تتضارب واستعارض الأزمة مع الأعمال العادية والجوهرية؟ أيضا، من الأسئلة، إلى أي مدى يمكن أن تتأثر يعني تؤثر هذه المنظمة سلبا، أو تؤثر هذه الأزمة سلبا على الصورة الذهنية للمنظمة، تؤثر على العلامة التجارية لهذه المنظمة، تؤثر على سمعتها عند أطراف العلاقة، سواء عاملين، عملاء، زبائن، أو مستثمرين. أيضا، إلى أي مدى يمكن أن يلحق الدمار والخراب والأذى بالمستوى الأدنى من المنظمة في ظل الأزمة. هذا الأول، وهو ما أسميناه قيمة أثر الأزمة. الثاني، عنصر احتمالية الأزمة، ويتم استخدام نسب مئوية تتراوح ما بين 0 و100 للتعبير عن الاحتمالية، بحيث أننا نستطيع أن نقول أنه حدوث مثلا أو عنصر احتمالية نقسم إلى 4 أقسام، أنه نقسم إلى قسمين: الاحتمالية، احتمال عالي أو مرتفع لحدوث هذه الأزمة، أو احتمال منخفض. وأيضا نضع قيمة أثر الأزمة أيضا في مجالين: أثر الأزمة مرتفع وأثر الأزمة منخفض. وبالتالي نستطيع تقسيم المجالات إلى 4 مجالات، يكون فيها احتمالية حدوث هذه الأزمة وارتفاع أثر هذه الأزمة كبير، نسميها المجال الأحمر، أو مجال هذا هو الذي تحتاج المنظمة التعامل مع الأزمة بشكل مهني وشكل فني، لأنه احتمالية وقوعها كبيرة، وأن الأثر
أثر قيمة هذه الأزمة كبير في التعامل معها يكون مهم. المجال الآخر أن يكون عنصر احتمالية الوقوع كبير مرتفع، ويكون قيمة أثر العزمة منخفض، وهذا نسميه المجال الرمادي. يكون التأثير قليل ولكن العنصر الاحتمالية عنصر الاحتمالية مرتفع. قد يكون هناك أيضا عنصر احتمالية منخفض ولكن قيمة أثر الأزمة مرتفع، إذا التأثير على المنظمة يكون مرتفع، فبالتالي يتم التعامل معها، سمينا المجال الكهرماني. المجال الأقل تأثيرا يكون فيه قيمة أثر الأزمة منخفضة وعنصر الاحتمالية احتمالية حدوث هذه الأزمة منخفضة، فهذا نسميه مجال الأخضر. هذه كلها دراسة لعنصر الاحتمالية احتمالية وقوع هذه الأزمات. أيضا الثالث درجة التأثير على المنظمة، درجة تأثير هذه الأزمة على المنظمة، وبالتالي نحول هذه المعلومات إلى مقاييس تجعل الإدارة قادرة على معرفة درجة تأثير الأزمة على هذه المنظمة. الرابع، لابد أن نعرف تكلفة التدخل لإدارة الأزمة. التكلفة تنقسم إلى قسمين، التكلفة النقدية المادية، وهذه ما هي إلا التكاليف تدفعها أو تخسرها المنظمة من أجل المنع وتجنب الأزمة. التكاليف النقدية المعنوية، وهي الخسائر المترتبة على وقوع الأزمة، مثل الإضرار بسمعة المنظمة، الإضرار بالعلامة التجارية المنظمة وغيرها. هذه أيضا هي نقدية ولكنها تعتبر معنوية، تكاليف معنوية على الأزمة. التخطيط للتعامل مع الأزمة، ولابد أن نخطط لإدارة الأزمة، لابد أن تتضمن مجموعة من العناصر. أولا، قائمة في أنواع الأزمات اللي يمكن أن تتعرض لها هذه المنظمة، إجراءات وتصرفات محددة مفصلة للتصرف مع هذه الأزمة. الثالث، تشكيل فريق من الأفراد المسؤولين عن إدارة الأزمة. الرابع، لقاءات، لابد أن تكون الخطة تتضمن مجموعة من اللقاءات بين عناصر الفريق إدارة الأزمة من جهة، وأفراد تم اختيارهم بحكم اختصاصهم، سواء في إدارة المال البشرية أو إدارة التسويق أو إدارة الأخرى، لحل هذه الأزمة. هناك منظور، تحدثنا الآن منظور نموذج فينك ما قبل الأزمة، الآن نتحدث عن منظور نموذج فينك أثناء الأزمة. تساءلنا حنا في ما قبل الأزمة، ماذا لو كان كذا وكذا، نصف المشكلة. ثم بعد ذلك نتحدث أو نحاول الإجابة على هذا التساؤل. يعتبر نموذج فينك النموذج لما قبل الأزمة، أو نموذج ما قبل الأزمة وتساؤلات ما قبل الأزمة، ليست أمرا كافيا. إذا لابد أن يكون هناك استخدام لأسلوب محاكاة الأزمة، وذلك عن طريق عقد ورش عمل، دورات، مثل ما ذكرنا سيناريوهات، نختبر فيها مدى قدرة المنظمة على التعامل مع الأزمة، معرفة مدى كفاءة وفاعلية هذه الخطة الموضوعة للتعامل مع هذه الأزمة. هناك مجموعة من المهام التي لابد أن تنتبه لها المنظمة. من المهام هذه أن تحدد المنظمة الأزمة وطبيعتها بصورة سريعة، أن تفصل وتعزل الأزمة بصورة سريعة، وأن تدير هذه الأزمة بصورة سريعة. هناك مجموعة من الأسئلة على كيفية تحديد الأزمة وطبيعتها بصورة سريعة. من التساؤلات هذه أن نتساءل، هل هناك فرصة وحظ في أن هذا الموقف أو هذه الأزمة لن يتفشى بصورة عميقة وكبيرة؟ هل هذه الأزمة ستتسبب في اهتمام غير مرغوب فيه من جانب أطراف خارجية، من وسائل الإعلام، جهات حكومية وغيرها؟ هل هذه الأزمة ربما تتداخل وتتضارب مع الأعمال القيادية والروتينية للمنظمة؟ كل هذه التساؤلات ربما يتساءلها فريق إدارة الأزمة لتحديد الأزمة وطبيعتها بصورة سريعة. فصل وعزل الأزمة بصورة سريعة دقيقة ذكرناها، إدارة الأزمة بصورة سريعة هذه المهمة الثالثة لإدارة الأزمة. النموذج الثاني من النماذج الإدارة الفاعلة للأزمة، نموذج نود وأنتوكو.
هذا النموذج يؤكد على أن الإدارة الصحيحة للأزمة هي أكثر من مجرد ردود أفعال واستجابات، وإنما هي يعني تقوم بمقاييس توقعية للمستقبل، تقوم بوضع مقاييس توقعية للأزمات المستقبلية، وبالتالي تستطيع التعامل مع الأزمات. هذا النموذج يتطلب من إدارة الأزمة أن تشكل فريقا مختصا في إدارة الأزمات، وبالتالي يحدد فيه أدوار هذا الفريق وأدوار هؤلاء الأشخاص العاملين في الفريق بدقة ووضوح. ثانيا، تطوير وإعداد خطة عملية للتعامل مع الأزمة. ثالثا، إنشاء مركز لإدارة الأزمات. رابعا، اختبار الخطة العملية لإدارة الأزمات وتأكد من فاعليتها. خامسا، التعامل مع الأزمة فيما بعد الأزمة. هذا النموذج الثاني، نموذج نود وأنتوكو، نتحدث عنه بالتفصيل إن شاء الله مع باقي النماذج التي معنا، النماذج الفاعل لإدارة الأزمة. معنا نموذج مايرز، والنموذج العلمي والعملي، أو ما يسمى بنموذج مورفي وبيلسي، والنموذج الأخير وهو النموذج المتكامل لحل الأزمة. هذه النماذج الخمسة إن شاء الله نناقشها في درس غد، النموذج العام لإدارة الأزمة هو النموذج الأخير، ومن ثم نتحدث إن شاء الله بشيء من التفصيل عن اتصالات الأزمة، وكيف أن اتصالات الأزمة مهم جدا في حل الأزمات. يتبقى معنا موضوع أخير يبقى لي لقاء إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم، وهو اللقاء الأخير، وسأكون مجهز إن شاء الله مجموعة من الأسئلة اللي أخذناها في الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع، وأضعها لكم بإذن الله، وتجيبون على هذه الأسئلة بحيث أنكم تأخذون مراجعة عامة عن المقرر. بالنسبة لنموذج الإجابة الذي طرحتموه الأسبوع الماضي وأرسلته لي الأخت سارة أظن، قرأت الإجابات مثل ما ذكرت الإجابات جيدة جدا، أفضل من النموذج الأول، أفضل من الملف الأول المرسل، ولكن يجب التنبؤ إلى أنه لا يتم الاعتماد عليها. يعني عندما تذاكر، اقرأ السؤال الذي كتبته لك، ثم اذهب إلى اللقاءات الحية أو إلى التفريغ الذي سويته أنتم وجمعتم فيه المعلومات، ويتم مراجعتها، ومن ثم الرجوع إلى الملف هذا، ملف الإجابات، للتأكد من الإجابة كافية. نعم، يعني شاهدت البريد، شاهدت هذا الملف، قرأت هذا الملف، الملف ما زال فيه نقص، لا يعتمد عليه. أنا تقريبا أستطيع أن أقول كافي لحد 60 أو 70% فقط. لكن هل هو كامل شامل؟ هل هو كافي لحل الأسئلة في اختبارات النهاية؟ لا، ليس شامل، ليس كافي. إذا لا يتم الاعتماد عليه بشكل كامل. يقرأ السؤال، ابحث عن الإجابة بأنفسكم، واجعلوا هذا الملف مساعد لمعرفة الإجابات النهائية. نلتقيكم إن شاء الله في لقاء غد، وأصدق ما الذي ذكرته. السلام عليكم ورحمة الله.